ينضم إلينا من الجليل أليف صباغ الباحث في الشأن الإسرائيلي. صباح الخير أستاذ أليف، معنا في هذه الساعة. الموقف الأمريكي حمل كالعادة الموقف الإسرائيلي حمل كالعادة حركة حماس مسؤولية تعثر التوصل إلى اتفاق لوقف إطلاق النار، وبلينكن يدعي موافقة إسرائيل على مقترح بايدن، في حين أننا لم نسمع هذا بشكل صريح من أي مسؤول إسرائيلي. لماذا لا تعلنها صراحة إسرائيل وتفضل نقلها على لسان مسؤولين أمريكيين؟ إسرائيل أعلنت أنها ترفض المقترح، وحتى على لسان بنيامين نتنياهو، ومع ذلك استمرت الولايات المتحدة في تضليل الرأي العام وتضليل مجلس الأمن حين قالت أن إسرائيل وافقت، يعني المقترح الذي قدم للأمم وافقت إسرائيل، في الوقت أن إسرائيل ترفض وتقول نحن لم نوافق ولا نريد أن نوافق ولا نريد وقت إطلاق النار، وهذا على لسان نتنياهو. إذن هو تضليل مقصود للرأي العام وتضليل مقصود لمجلس الأمن. لذلك يعني شاهدنا أن روسيا قالت نحن لا نعرف أي ولكن أي ما الفائدة من تضليل كهذا؟ والمقصود هو تحميل حماس والمقاومة الفلسطينية مسؤولية استمرار الحرب وإعفاء إسرائيل من المسؤولية في الوقت الحاضر وفي المستقبل، لأن المستقبل إذا ما يعني تم اتهام إسرائيل بنتائج هذه الحرب بمضمون هذه الحرب، إسرائيل لابد أن تدفع تعويضات، وهذه التعويضات ستكون كبيرة جدا جدا جدا، لا تستطيع أن تحملها دولة مثل إسرائيل، وأمريكا ستكون شريكة في هذه المسؤولية، كما دفعت ألمانيا تعويضات ستدفع إسرائيل تعويضات بدون أي شك. لذلك يعني تعمل الولايات المتحدة بكل مستشاريها القانونيين وغير القانونيين أن تخرج إسرائيل من هذه المسؤولية وتضعها على المقاومة الفلسطينية وبالذات على حماس. لذلك شاهدنا زيارة بلينكن في الشرق الأوسط تحمل رسالة واحدة، اضغطوا على حماس، اضغطوا على حماس، اضغطوا على حماس، وكأنه الأمر يعني، وهذا كان حتى قبل تقديم المقترح إلى مجلس الأمن، هذا يعني فقط أنه أمريكا تريد أن تبرئ إسرائيل من المسؤولية عن استمرار الحرب وتضعها على حماس. بلينكن قال إن حماس قامت ببعض التعديلات على هذا المقترح، وفي المقابل حماس نفت هذا الكلام، إذن أين الحقيقة من وجهة نظرك؟ يعني كل من يقرأ رد حماس، كل من يقرأ رد حماس ورد مكتوب يعني يتضح له أن حماس يعني أبدت مش ملاحظات حتى توضيحات، ما يقال لها شفهيا هي كتبته وقال أنه هذا هكذا نفهم القرار، وهكذا نفهم القرار لا يعني أنها أضافت تعديلات، لم تضف أي تعديل، هي فقط تريد توضيح ما قيل لها شفهيا أن يكون هذا مكتوبا، بالضبط كما هي الصفقة السابقة التي وافقت على حماس ورفضتها إسرائيل، وتريد التأكد بأن إسرائيل فعلا يعني قادرة ومستعدة أن تنفذ هذا القرار أو هذا الاتفاق، وأن تضمن ذلك دول ليس فقط أمريكا، أن تكون الصين وأن تكون روسيا ضامنين، لأن ضمانة أمريكا ليست ضمانة، أمريكا شريك في هذا العدوان، وكل ما تفعله هو لصالح إسرائيل وليس لا وسيطا ولا راعيا ولا ضامنا لأي اتفاق. احنا بنعرف أمريكا وبنعرف إسرائيل لم يوافقا على اتفاق وينفذان، التنفيذ شيء والموافقة يعني. قبل قليل استمعنا إلى أحد الكبار الباحثين في الولايات المتحدة يقول بأنه إذا وافقت حماس بالكامل على هذا المقترح، على هذا الاتفاق، إسرائيل ستبحث. طيب أنتوا قدمتوا لمجلس الأمن اقتراح يقول بأنه إسرائيل موافقة على المقترح، طيب الآن تقولون أنه إسرائيل ستبحث المقترح، هذا كلام تضليل للرأي العام وله أهداف داخلية في الوقت
المتحدة ولها أهداف قانونية دولية، وتعتقد الولايات المتحدة من خلال هذا التضليل أنها تستطيع أيضا أن تنقذ إسرائيل من المحكمة الدولية ومحكمة العدل الدولية أو محكمة الجنايات الدولية. ويعني العبرة في التطبيق وليس في الكلام. في التطبيق يبدو أن الولايات المتحدة وإسرائيل تريدان منذ اللحظة الأولى وضع العراقيل أمام حماس التي وافقت على هذا الاتفاق، وضع العراقيل أمام التطبيق. لذلك قال بلينكين هذه الليلة بأنه قريبا جدا سيتم يعني وضع تصور لما بعد لليوم التالي الحرب. نعم، في اليوم التالي. تصور بطبيعة الحال هو تصور إسرائيلي وتصور أمريكي، سيضعونهم أمام حماس حتى ترفضوا. حين ترفض حماس يقولون هذه الصفقة تم إيقاف تطبيقها بسبب رفض حماس. يعني كل مرة بتوافق حماس على أي مقترح يتقدمون بمقترح إضافي حتى ترفض. هذا الرفض يريدونه من حماس، وحماس على ما يبدو كانت ذكية في غالب الأحيان وقالت إنه نحن نوافق ونرحب وملاحظاتنا هي كذا وكذا وكذا. وبلينكين أيضا أشار في تصريحاته إلى عزم الولايات المتحدة لسد الفجوات بين الطرف الفلسطيني والطرف الإسرائيلي. هل من وجهة نظرك أو باعتقادك أن الحكومة الإسرائيلية ستبدي مرونة وتجاوبا لسد هذه الفجوات؟ أصلا لماذا أبقيت هذه الفجوات في الاتفاق؟ هذا الاتفاق قدم إلى المجلس الأمن مليء بالفجوات وعلامات استفهام وبحاجة لتوضيحات. لذلك من يضمن أن أمريكا ستقدم اقتراحات لسد الفجوات بشكل موضوعي؟ هي ستقدم اقتراحات لسد الفجوات من أجل أن تضع العراقيل أمام تطبيق هذا الاتفاق. لذلك يعني لا ثقة في أمريكا كما أنه لا ثقة بإسرائيل. ومعلوم أن بلينكين عندما جاء أول مرة إلى إسرائيل بعد الحرب قال لهم أنا أتيتكم كيهودي وليس كوزير خارجية أمريكا. إذن هو يقدم يهوديته وصهيونيته وإسرائيليته على كون وزير خارجية أمريكا، وكل ما يفعله هو ضمن هذه السياسة، ضمن هذه المفاهيم. لذلك لا يجوز الثقة ببلينكين ولا بالإدارة الأمريكية، كما لا يجوز الثقة بالإدارة الإسرائيلية. وأنا يعني كنت قد اقترحت أن يعني إخراج الولايات المتحدة من حالة الراعي أو حالة الوسيط وإعادة الأمور إلى الأمم المتحدة لكي تكون الأمم المتحدة ومجلس الأمن هم من يتخذون من يقدمون الاقتراحات وهم من يطبقون أو يتابعون تطبيق الاقتراحات. في الوقت الحاضر للأسف الشديد الولايات المتحدة استطاعت أن تحيد مجلس الأمن قليلا أو على الأقل مؤقتا حتى تأخذ هذا الدور من مجلس الأمن وهي التي تطبق أو ترعى تطبيق الاتفاق. رعاية تطبيق الاتفاق من قبل شريك في الجريمة باعتقادي لن ينجح. طيب أستاذ أليف، الليلة شهد تصعيدا خطيرا على رفح، هل من وجهة نظرك هذا التصعيد في المرحلة الحالية مقصود وذلك للضغط على حماس؟ يعني لا يوجد ضغط على حماس، لا يوجد يعني حاجة للضغط على حماس. إذا كان ضغط من أجل أن توافق حماس، حماس موافقة، هذا فقط إمعان وإصرار في الرفض الإسرائيلي. مهما كانت قرارات مجلس الأمن، إسرائيل مصرة أن ترفض قرارات مجلس الأمن. التطبيق الحقيقي هو هذا الرفض. الموقف الحقيقي لإسرائيل يمكن التأكد منه من خلال الممارسة. في الممارسة إسرائيل ما زالت تقوم بمجازر ضد الشعب الفلسطيني، ما زالت تقتل الأطفال والشيوخ والنساء، ما تزال مصرة على استمرار الحرب. وهذه هي إسرائيل الحقيقية، هذا هو الموقف الحقيقي لإسرائيل.
لأن نوفرس الحقيقي قاله بنيامين نتنياهو والمؤسسات الإسرائيلية علنا، الآن نراه تطبيقا، هو رفض لقرار مجلس الأمن. نعم، إذن الأستاذ أليف صباغ الباحث في الشأن السياسي الإسرائيلي، شكرا جزيلا لك.